نهار. انا عندي كاع الوقت، تحب تهضر تحب ما تهضرش. شوف ديجا تكيف شحال باكي دخان عليك. شكون انت؟ انا انوار بوبليزا. انوار بوبليزا كيفاش؟ بوبليزا انوار. وقت الزايد؟ زايد 26 10 74. تما شحال في عمرك؟ عمري 17 عام، مازال ما خفلتها. واش راك دير؟ راني نقرا. وين؟ نقرا في المشهور، في الليسي. في الليسي؟ اه. اما سنه؟ سكوند. شحال عندك انت تغني؟ depuis 1986. من 86 الغنية الأولى اللي غنيتها اللي طلعت بها. العروسة. لي بارول تاع من؟ لي بارول دومين بوبليك تاع ماروك. تاع لي ماروكا. تاع لي ماروكا. وديتهم بلا ما سقسيت يا. معليش ما يهمناش. لا لا بصح. شحال تلبس سروال؟ نلبس 36. وشحال تلبس صباط؟ 40. وكي تمشي هنا في تلمسان كيفاش الناس يشوفوك؟ يشوفوا يشوفوا فيا ملاح. البلا تاعك بريفيري واشنو هو؟ واش تحب تاكل؟ نحب ناكل البيتزا. البيتزا هذا ما كان. او كان واحد غير ما بيتزا. ما عليناش هذا. واش تحب تاكل انت؟ واللي يحب يبعث لك براوات وين؟ عطنا لادريس تاعك اكزاكت. اللي يحب يبعث براوات بوبلنزا انوار ويت في بوركيفان تلمسان. تلمسان وي. الكود 13000. 13000 بيان سور. تليفون ما عندكش ولا عندك بصح ما تمدوش؟ معليش. داكور يعطيك الصحه مالا. شفت كي تهضر ملي احنا نسرحوك بالخف. اي بارك الله. سرحوا المحبوس. محكمه القضيه 15 بعد 5000. بعد التحريات اللي جرتها مصلحة الأمن لبلاد ميوزيك، لقيناك يا رابح عصمة باللي سجلت كاسيت. هذه الكاسيت اللي راهي معانا هنا. نعم. وقت سجلتها؟ هما دافغيل. أي وقت؟ هما دافغيل. شحال ريحت باش سجلتها؟ 4 موا. وين سجلتها؟ لو ترافاي غروسو مودو جو لي في ا باري، لو ميكساج جو لي في ان انجلتير. جماعة من بلاد ميوزيك دفعت قضية عليك أنت، وفي القضيه هذه يقولوا باللي دري عطيت لهم واحد الكليب واللي فيه ارجويي، غنيه تاع ارجويي، وكان عيان. وعلاش؟ با سا سي 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 لو ترافاي دو رياليزاتور. سي سي ان فرونسي اي كوني با لو تيكست، اي كومبرون با لو تيكست. بون با الا في هكا. قلت خدمه الكليب استقبالي في كيطاس افكا. خدمه استقبالي، خدمه استقبالي اللي كاين انت يفهم راه يمسل لي شو تقرا هذه. يس بغا يا ريت كان اين يفيا راثي الداخل. رفعت الجلسه. ثاني ميرت. يعطيك الصحه. جوني مار كان يدور بزاف في الكواليس، واصحاب الموسيقى كانوا على بالهم باللي على باله باللي على بالهم. بصح جوني مار كان يحوس يفهم بالبزاف وبالبوكو. او كاش نهار تصرى له حاجه، بار اكزومبل جيتار امبلونتيا في كرشو، ولا دربوكه مكسره على راسو. سعيد بوتلابه اللي كان ميزيسيان مع داك قلبها شونتور، هو اللي غنى لا تيتي بور لا بروميير فوا. عاود درك ولا ايديتور، ومع داك خلطها ثاني، دخل مع واحد لاسوسياسيون تاع لا كولتور، ودوك راه شونتور وايديتور على فوا. كاع بزاف الناس يقول لك بلي سي ان شونتور اوبورتونيست، راه يقلق بزاف الناس ويغني غير على حوايج اللي على بالو بلي سير راهم يمشيو. قالوا لي بلي يدور في واحد الدروجات دائما فايحين تما، وين راه داير لا ديسكوتيك تاعو. سعيد بوتلابه جابك ربي. بخير يا سلام. أزول عليك. أزول أزول في الأول. صافا. صافا الحمد لله. جوز جوز جوز. دخل هنا ما تهربناش. أش هناك ما يلزمش تهرب من خويا. أنتم لصقتوا فيه وياه غير الخرجة. وعلاش راك شايد هذه؟ يا خويا نقول لك هذه ستون بيرسوس مو جي أونفي دو بيرسي. على هذيك اللي راك تغني على تو ديفوني أن أوبورتونيست. أن أوبورتونيست جامي ولا. وقلاق. ولا بو أوبورتونيست. خاطرك تغني على لي شوز اللي على بالك بلي راهم رايحين يمشيو تما. شغل راك حجره في الصباط اللي عند سيرتان شونتور. لا لا خويا انا زيز انا جو شونت سكي مباس بار لا تيت، جو شونت سكو جي اونفي تشونتي. مع الاول كنت تغني بور لا كولتور، ودوك راك تغني غير على الدراهم. وعلاش؟ شكون شفت انت واحد يغني بور 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 ريان؟ كاين بزاف اللي يقول لك حنا بلي اون شونت بور لا كولتور. دي مونتور روح انا نديك نوري لك كاع لي كونترا تاعهم، غير لي دوموندي 100 مليون 50 مليون ويلعبوها زعما مو جو شونت. وي سي فري بيان سور نغني ولازم ناكل نعيش ندي دراهم. لو كان نصيب كاش نخدم كاسيطه نبيعها 1 مليار سوري بيان. علاه تحبوا تقعدوا مالورو؟ بوست هذا اللي تشوف فيه حتى سلفتو عند صاحبي تما باش بور نو با باش ما يوتيليزيوكش لي بارتي بوليتيك. انت تو ليزيوتيليز على هذيك اللي تغني عليهم باش تبيع لا كاسيط تاعك. ولا ستادير كي دير واحد حاجه فوترا في زعما باسكو انا غنيت على فافاس جو في يوتيليزي لي فافاس نو بيتر بار كونفيكسيون بوليتيك. وعلاش مشات الكاسيطه هذه؟ هذيك سقسي لي ميليتون تاع لافافاس وعلاه عجبتهم. قالوا لنا بلي كان فيها عفسه، درت فيها عفسه الكاسيطه. ايه شفت ستادير شفت واحد شوافه قالت لي دير شويه البخور.
نو مون فرير انا نقول لك صح جي شونتي كوم جي لابيتيد شونتي. هاو جا جون نيمار يجيبكم الخبار على كل ما صار في المدينه والدوار. يا بتي بالك من جون نيمار. محمد بدري مخرج كبير رياليزاتور كبير خرج بزاف لي فيلم اونسيان مجاهد اونسيان كاراتيكا خرج بزاف لي فيلم خرج لجورنال دان فدائي لا ان اي لا بيتيي لا فان دان غاف فيلم بوليسي او لو غون دو لا جيستيس فيلم بوليسي واحد اخر. رحت له لارتيا قالوا لي بلي حوس على واحد ديكور جوستومون وراه يحوس على كمال ديناميت هذاك خاطرش عنده بروبليم معاه. يبارك ربي كمال غير الخير. قالوا لي بلي عندك بروبليم مع كمال ديناميت. كمال ديناميت لا هذاك اللي وسيل لا لا اللي قدم المنشط هذاك جوستومون بعثني ليك باش يحوسها وحوس هو ثاني كيعرف واش كاين بيناتكم. ايه الشيء اللي حبيت نقول له ماذا بيك انت تبلغ له هو يعني لما يقدم هي حصه مليحه عجبتني يعني للشباب فيها حيويه وانما الشيء اللي ما عجبنيش هو لما يقول لي اللي ما عجبتوش الحصه هذه يطفي. علاش نطفي؟ انا وافي للتلفزيون ماهوش كسينمائي فقط كجزائري انا ما نديرش البارابول. بالك اللي ما عجبتكش التلفزيون تما الا ما عجبتكش الحصه هذيك طفيه حاجه سهله. وعلاش نطفيه؟ شريتها باش نطفيه؟ انا نطفي له عينيه؟ وعلاش نطفيه؟ مالا مادا بيك تبلغ له وتوصل له باللي ما يزيدش يعاود يواس هكذا خاطر لو كان يزيد يعاود تعرف واش راح يصرى له؟ تعرف واش راح يصرى له؟ نقول لك واش راه Des moments cultes dans Blade Music, on en retrouve à l'appel. Mais qui ne se souvient pas des interviews ou même des interrogatoires de Kamel Dynamite qui poussent parfois le bouchon un peu trop loin avec ses invités. Et cela sans aucun état d'âme. Il se permet une critique franche et assumée qui nous laisse en pitié devant sa victime qui, en tout état de cause, connaît le personnage mais prend le risque de se faire malmener par l'impitoyable Kamel. L'essentiel est de passer dans l'émission. Promotion oblige. Mais il arrive parfois que l'animateur s'en fasse d'une proie très coriace. Et là, c'est l'arroseur arrosé. Cheb Nusrul Katatina, asmak ou l'identité taak, le mutfarjin, le mazal ma yarfouch. Sweden Sardin. Sweden Sardin. Mawlid Saoustin. On a fait le fin à peu près il y a 5 ans. 5 ans. Ou pour les 5 ans, tu as une cassette à dirt? Jusqu'à présent, on a 18 cassettes. 18 كاسيت في 5 سنين تما داخل مع لي ريكور نتاعي. ما عرفت انت تعرف ما في 5 سنين تما 3 كاسيتات ونص في العام ابري نو 4 كاسيت بارو. ماشي بزاف على حساب رايك. ايه بزاف مي لو راي سي كوم سا سي il est rythmé il y a une cadence كاين ريتم une cadence. الدخله الاولى جديده هذه العشيه مرحبا بك في الجزائر. هاي سن مطلق نور. لا بريمير كيسيون علاش لي كليب تاعك عيانين؟ على خاطر ما كاش صور بزاف. عطيني دراهم ندير دي كليب مليح. وانا اش نعطيك انا الدراهم؟ ايه قد ما تزمد الصور قد ما تدي حاجه احسن. اسمح لي. نسامح. لازمك تعرف حاجه الاولى اللي في انا اللي فينونسيت لي كليب تاعي. يعني بلا الو المشكل وين راه؟ المشكل لو كان حبيت حاجه احسن لازمني نمد اكثر. والفينونس انا هو اللي نفينونسي ودرت حاجه على حساب المقدور. بصح كنت قادر دير كليب واحد برك شباب والاخرين كيما حميد بارودي والسلام عليكم. وانا نعرف الشباب والمشي شباب. انا درت تمام ما تفهمش انت. درتهم كامل ما نفهمش في هذا الميدان ربما في هذا الميدان ربما الميدان تاعك انت. انا ما نفهمش في الميدان هذا. انا واش نفهم؟ نفهم في الموسيقى مثلا نغني سمعت ولكن الميدان التقني هذا وكذا ما نفهمش فيه. ماركينا بلي في الكليب تاعك كاين ان سول باساج برك وين فلي واحد من لي سو ديزون كليب هذوك شفنا غير واحد وين تغني انت مع واحد المراه دانواز وتغني بالعربيه. كيفاش احكي لنا السر هذا تاع ما فيهاش حاجه يعني ما فيهاش حاجه مغربه يعني قالوا زوج حروف بالعربيه واش وراه حاجه صعيبه وراه حاجه تما سي با ان بروبليم. الحاجه اللي نشوفها مغربه ان الشعب الجزائري غير يهضر اللغه ماشي تاعو. نشبه البوكس اذا حبيت تعرف اذا حبيت تعرفني ندير البوكس ولا ما نديرش البوكس استنى كي نطفوا الكاميرا نشوفوا. تما خفت لا ديرها وري تشوف قاعد لي تشوف بلا دروا تاعك. اش استنى كي نطفوا الكاميرا من بعد نفهموا. يا قلت ما تعرفش تطفيها هذه. صاحبي هذاك يطفي. We'll be right back.
قالوا بلي راك راح تزوج في السفر. لا لا ما راكش مزوج. لا ماش مزوج. ما راكش مخطوب. لا ماش مخطوب. هذا مخطوب ماشي هو مخطوب. في الخلايا بلاد ميوزيك نحيلاني ترافيك بلاد ميوزيك سي فانتاستيك تحقق الاكسجين راكم اخو تحقق الاكسجين راك اشبع. وما كنتش نظن الا كان هذه الاغنيه راح دير سوكسي ولا اخترتها كوم سا حياتي نخدم في المسرح انا وزوجي عندنا 4 دراري عندنا اف 4 عندنا اير 4 لعب بها على وفاء في شريدانا في رمضان هذيك هي اير 4 كل وقت وقته جا الوقت تاع الجين والزغيد سي بور مانجي لو بان سي تو يعطيك الصحه صافا هكذايا درك وصلتي تما حبيتي انا ميتنون جو ترافاي اي جو شونت بور مانجي كريم على بالك بلي شفتك دوك في ليكرون تباني شابه وعلاش انا مزعوقه انا مزعوقه بصح مسريره معليش نو شابه تاع صح خمس خمسه عليك قالوا لنا بلي زاد عندك طفله صح وي وقتاش فوندودي 13 فوندودي 13 وين راهي الطمينه نورمالمون تجيب لنا طمينه مالي لا بروشين فوا يورا اوكان بروبليم سي فوزون فولي اون فاغاملي طمينه مي شينو انا في بركوكس ما راكيش تبني لا دانيير فوا قلتي بلي راكي تبني في شاطو ولا شاطو تشيكسا نو باس اونكور مازال C'est un accident où Kadri sera le nez Kamel. On a dit un produit fait chari ou un tchark chari. Produit algérien. Un produit algérien, oui. Un produit. Mashi le produit qui est. Mashi mlih périmé ou la la. Un amer. M'arrête de s'tablo. Les éditeurs se charabinent de mou que d'amène. Chou mal gramme, mal la jaquette. كاين مشاكل بزاف راك بكيتنا يا خويا عاونوا يا خاوتي لي زيديتو راه وين تلقاو يديتو عطيو له الدراهم عاونوا باسكو راه مصوهم هما ثاني صغار عندي سيربريز لكم اليوم خويا العزيز نقول لك حاجه اخو ارمي الماء زرزق الكلوار وجدوا البيادن ينسى الزرزيق راح يحبس وجدوا نشاشف الماء راح ينغلق فهمتوا اخو ارمي الماء خويا العزيز تحبوا سخون ولا بارد خفيفه خويا العزيز ارميو الماء خو هي جي ان بلوكاج ما قدرتش نخدم جو سي بلو واش مال بوزيسيون راني اسكو جو سوي ميور اسكو جو سوي ريان دو تو اسكو جي بوكو با ترافاي اسكو جو سي بلو لا بوزيسيون تاعي لا كوني بلو بعدك ابري جابون وين رحت قالوا لنا تانيك بلي وصلت حتى لامريكا من بعد جابون درت ان تورني بور لا بروميير فوا جي في ان تورني انفا شوي علي بروميير فوا بور فير ان كونفيرونس دو بريس لابا بور فير كونيتر لا ميوزيك ابري شو ريفوني ا باريس من بعد عاودت وليت لوس انجلوس و جي في مون بروميير كونسير سيتي بور c'était dans un truc universitaire, c'était pour les étudiants qui sont là-bas, algériens, tout. Je leur ai fait un grand concert. Ou à l'étranger, je me des projets techniques, des tournées ou là. Et aussi kiff kiff. France, Angleterre, Allemagne, Japon. Qui m'a dit, qui m'a gagné Japon, Los Angeles. واحد الخطره شفتو في بلاد ميوزيك واحد الاستديو درنا لواحد الجروب اللي قال لك باللي انا لو كمان جوزش في بلاد ميوزيك نهجر البلاد الاستديو هذاك جاز في نشره الدشره في بلاد ميوزيك اللي فات انتم على بالي باللي تبعتوها وعلى بالي باللي ما راطيتوهاش وهذاك الجروب هو الجروب عالجافون عالجافون اللي حب يقول الفن تاع العلجه حب يقول الجزائر البيضاء الجروب عالجافون مرحبا بكم في بلادكم وفي بلاد ميوزيك سي الجيفون سي با الجافون سي في الجزائر الجزائر فون تما هذا وقتاش كيفاش كان الجروب كان نيل كان نيل بعدا كل الجافون وبعد كل الجيفون لا لا كان الجيفون من الاول كما قلتي مقبله حاجه شغل قاسلي وي فهمت قلت كما قلتي حاجه مقبله قلت لي شتخافاي افيك دي ستار ما نخدمش شغل راك تحرق شغل ما على باليش سي كمال تاع درج بريسيس بيان سي كمال شغل سي هذاك انطر بين قوسين فوالا حرف هاف اي حرف هاف على بالي حرف هاف حنا كما نقولوا قادروا انسان قادر نعطي له الصرف تاعو قبيت قلت لي كلمه شغل ما عجبتنيش شغل قسني قلت لي مواش ترافاي افيك غير دي شونتور ستار شغل راك تبريزيف لي جون شغل ما انت حاسب روحك شي با ما على باليش كيفاش شغل حاسب روحك تخافا افيك كو افيك دي ستار
واش حاب يقول؟ واش حاب يقول؟ ما عندكش شغل راك تبريزي في ليجان مساكن. راك تبريزي في ليجان الجيريا فنانين كيما انت. كيما انايا وكيما عطينا نهضر كيما دوبلانكم تانا وكيما لي زوطر الفنانين اللي هم جايين وكيما لا جينيراسيون اللي جايه شغل راك تبريزي فيهم. بصح دوكا مع مرة. الجزائر ما عندناش ستار، ما با دي ستار هنا في الجزائر. اون ستار هنا بصح ما عندناش ستار هنا في الجزائر. اسمح لي درك. فهمت. اسمح لي دوك شكون راه قاعد معاك؟ انت اللي راك قاعد معايا ولا شكون مع مرة قاعد؟ شكون راه يدير لك في الانترفيوهات؟ انت يا سي كمال. ايه. دوك انت كيفاش راك؟ راني هانتيك. ان شاء الله تكون فهمت لا كيسيون هذه، على بالي بلي ما فهمتهاش، ان شاء الله كي تفهمها الا فهمتوها انتم بعثوا لنا براوات على بالكم وين بلاد ميوزيك 21 شارع الشهداء الجزائر العاصمه. قبل بزاف خويا كمال تسولاجي بزاف تخرج بزاف على ليجا. ليميسيون بلاد ميوزيك سي اوسي دو لانفورماسيون دي نيوز ا لانسيان افيك ان كوستوم ان بيرو et des feuilles. L'on ne parle pas d'un journal télévisé, mais presque. Car tout y est, même l'arabe classique. Enfin, pas toujours. Je parle là de Nasharat et Dashara, ou le journal du village. Une caricature du JT où l'on présente les dernières news de nos amis les artistes. Le rôle est encore une fois attribué à Kamel Dynamite dans la présentation et la rédaction. Kamel Olabah. Kamel Dynamite, Kamel Olabah. Kamel Olabah, Kamel Dynamite, Kamel. أيها السادة والسيدات عليكم لمس الخير وإليكم الخمسة الاقتراحات الأولى لبلاد ميوزيك. الاقتراح الأول فضيلة وسحراوي ما عندي زهر معك. الاقتراح الثاني عبد الرحمن جلطي حبيت نكبر معك. الاقتراح الثالث رابح أسمى إيغوذار. الاقتراح الرابع محمد لمين أنسيتيني. الاقتراح الخامس والأخير حكيم صالحي حب كبير. يمكنكم الانتخاب على أحد من هذا المغنيين عن طريق الهاتف 60-23-00 أو كتابيا للمؤسسة الوطنية للتلفزة 21 شارع الشهداء الجزائر العاصمة. وهذه في خاطر بلاد ميوزيك سك. أيها السادة والسيدات عليكم لمس الخير. الدخلة الأولى الجديدة في هذه الحصة حسين نصنامي درت في كلامان. رقم 13 محمد رضا أغنية بعزيز. رقم 12 فضيل الذي يغني الشعبي بطريقته الخاصة. رقم 11 حكيم صالحي حب كبير. رقم 10 أعرفوني الذي يغني لعزيزة. رقم 9 محمد لمين نسيتيني. رقم 8 كاجيدو مسكين زوالي. رقم 7 رمساس داك البنادم. رقم 6 كريمة السنزها. وفي المرتبة الخامسة ديسيدنتا أصحاب القرار حكمة الأقدار. باع باع ولك بشتاء اهرب لي خولك باش هادو ما مدرحين جاو من الكونغو خو ديريكسون باطوار ريشنا 18 نكبش خو ودوك ندخل لكم مع نشط دشرة سمحوا لنا راح ندبح سون بيتي خو سمحوا لي ما تقلقوش. تما هذا وين جيت في الولاية تما نجري على اللوجمون. هذا الدوسي اسمحوا لي الورق وراهم. أيها السادة والسيدات وما يشبه ذلك من قريب أو من بعيد، سلام الله مني إليكم دائما عبر صندوق العجب وإليكم نشرة الدشرة. وراهم الأخبار هذا. هاملك هنا. الشابة الزهوانية الحقانية خرجت زوج كاسيتات على ضربة وين كاسيت فيديو، زوج كاسيتات اوديو وكاسيت فيديو، هادو في لي كاسيت اللي خرجوا. الشابة يمينة تانيك خرجت كاسيتة جديدة. لو جروب تارسيناس خرج كاسيتة واحدة أخرى جديدة تانيك، وسي لامير اللي دارها في حياته كاع من الناحية الفنية التقنية والغنائية وما يشبه ذلك. بلاد ميوزيك a toujours été fidèle à ses principes. Beaucoup de franchises, de divertissement et d'interview choc. Nous sommes à chaque fois ravis de regarder cette émission qui n'est en réalité à la base qu'un hit-parade. Mais l'équipe de Bled Music innove d'un numéro à un autre. Nous sommes à chaque fois impatients de découvrir le prochain numéro. Ces jeunes gens s'amusent même à classer les clips de l'émission selon leur contenu. Meilleur clip de l'année, clip interprété par des femmes, clip bizarre ou encore clip inclassable. Tant pis si le bas blesse pour certains, l'essentiel est d'être vrai dans l'analyse et de divertir les téléspectateurs. De vrais timbrés en mode rec. Nous avons toujours dans les rétrospectives, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît. Nous avons donc avec les Blue Note,
الموسيقى الهادئه مع الكليب تاع الكبادي الشاب انور بغنيت اديو 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 اديو. قبل ما تقولي لي اديو راح نفهموا اديو والغنيه تاع حميد فدالي كوثر خلوني في حالي خلوني اديو 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 اديو. قبل ما تقولي لي اديو راح نتفاهموا اديو. نسى اللي الخير مرا والشر مرا، كاين نسى اللي داروا الكيره وما داو والو، كاين اللي خدموا، كاين اللي قراوا، كاين اللي قراوا، كاين اللي راهم يخدموا، كاين وكاين وكاين، وكاين نسى اللي راهم يغنيوا، هاد نسى اللي راهم يغنيوا اللي جازوا في بلاد ميوزيك وعجبوكم وفرحوكم واللي عجبوكم بالبزاف وطلعتوهم انتوما، كاين حسيبه عمروش بفرحي وسعدي. الكليب اللي راح نشوفوهم وشتوهم في بلاد ميوزيك خارقين للعاده خاطاشي سونتي كلاسابل خاطراكش 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 كيما كاجي دو باغ اكزومبل كاجي دو كامل غوستو اثنين هادو داروا ان ستيل تاع وحدهم ستيل تاع الزنقه ستيل تاع الكلام تاع الزنقه واش يجوز واش يمشي واش يمشي واش يتنسمع واش يتنفهم فاسيلمون وحوايج اللي صارين هنايا كيما تانيك خوهم بعزيز بعزيز مشرشال هو تانيك لي بوب دايلن تاعنا بوب دايلن ليترنال بوب دايلن تاعنا تانيك وكاين انور انور شاب انور اللي موالفين نشوفوه ونسمعوه بغنيه تاع اني تاع ماروكان ستيل كدا ستيل كدا سمعنا لا دانيير فوا بغنيه اديو 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 دونك هذا تاني بغاني واحد اخرى خرج لنا بهده جديده بلوزون نوار بلوزون كوير مطوات لي فلومبو طايح اكثر من نايد نايد ما يقدرش يشد روحو دخلها خرج لنا بعفسه جديده دخله فريمون جديده شدو في بلاد ميوزيك غير خطره عاود نحيناه نحينا خاطرك قال لك باللي ان شهنا هو اللي غنيت هذا الشيء اونفان تخلطت بزاف سيدي حبيبي مانو نيغرا الاغنيه تاعهم شوفوا كاع هذا الشيء معنا شوف Demon, the man, the
جيبوا لي صفاره عدي الدخمه يسهر ليالي اتعشى لي العنقى والساري وقروابي مسكين زواني مسكين زواني مسكين زواني مسكين زواني حسراكي كنت صغير كان يعمروا لي راسي كان يقولوا بلاد الخير ما تفري وما تمسي اليوم رجعت كبير رجعت نخدم في راسي اليوم رجعت كبير رجعت نفهم ديمقراسي رجعت نفهم ديمقراسي كي نتفكر نعود نبكي كنت كل حمار نمشي نبوطي كل مسيدي ما وين لي كليب بيزار كاين لاص دوس ريس لو جروب افوس واش رايك فيه فاش ما الحفه فرحت ناحيه لا كوب تاعك هذاك رحت حفه خو ديال بيريمي كاين يوسف الجزيري المسمار بلاصتو في دريت حسين خو وكاين ثانيك شركه لور لو كليب اخبار لا شونسون اخبار واش رايك فيه تشكيت لا في الوطني خو ما درش كاع في السيكتور هادو هما لي كليب بيزار راحين تشوفوهم وتسمعوهم معنا بيان سور الى حبيتو نلعب ليك فريد هي خو العب انت خو العب هي شوفوا خو هي البطالة أكثر من 1,500,000 شاب ينتظرون العمل السكن هل ستنشر القوائم في الجرائد جماعة من المهربين يلقى عليها القبض كانت معهم أكثر من 500,000 دينار من البضاعة اقتصاد السوق على الأبواب الأسعار ترتفع والقدرة الشرائية تنخفض المواطن يشتكي من فراغ الخفة إضراب عام يشل البلاد احتجاجا لغلاء المعيشة الانتخابات المنتظرة تؤجل إلى وقت لاحق Blade Music s'arrête sur le petit écran. Un choc pour les téléspectateurs ainsi que pour l'ensemble de l'effectif de l'émission. Pourquoi ? Sans doute pour des raisons de sécurité, vu le contexte du moment. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et cette belle aventure désinvolte aura quand même duré 2 ans. En 1994, le réalisateur Aziz Mati sera victime d'un horrible attentat terroriste qui le contraint aujourd'hui à se déplacer en chaise roulante. Hommage donc à ses réalisateurs, ses animateurs, journalistes, techniciens, artistes, cadreurs, scripts, monteurs, et la liste est longue, qui ont un jour osé faire leur métier par passion. De mon point de vue, Rapsa Shema, Bouzenzel et Blade Music seront des émissions repères, copiées, mais jamais égalées. Ces émissions resteront pour encore très longtemps dans la mémoire de toute une génération, ma génération. Mais nous n'allons pas nous quitter sur une note de tristesse. Je vous invite donc à voir avec moi les petits moments de délire de ces émissions.
تشكي هذه عجوزة سلبها هذه طفلة طبعها وهذا قلب موضعه يشكي صحيتو شفتونا سمعتونا في بلاد ميوزيك دخلنا في قلبكم ودخلتوا في قلوبنا انتما مي الولف كيف سهل ايه بزاف والفرق ما قدرت عنه خلاص بلاد ميوزيك خلاص بلاد ميوزيك هذه جوزنا لكم لي مير مومون اللي شفتهم كاع في بلاد ميوزيك وحنا سيين على كل حال درنا حاولنا على قدر المستطاع اللي ما يغلطش غير اللي ما يخدمش كما قلت في بداية الحصة الى غلط سمحوا لنا الى وفقنا هذاك هو كان هدف تاعنا بلاد ميوزيك بالك في الشك تولي بعد الصيف هذا بعد هذه العطلة الصيفية الى ما ولاتش معليش قلت لكم كل شيء يخلص بالك في الشك نعاود نقولوا بالك في الشك جو بريسيز اذا هكذا تنتهي بعد بلاد ميوزيك بعد لحظات من على خمس دقائق وقلت خلاص بلاد ميوزيك محلول صحيتو اتهلاو في روحتكم الصيف هاو جاي سخانه طلعت وراكم كومبي كامل وراكم كومبي قاعد زيراني مكومبي فيها راك تما كانت ثلاثه سخانه هاي جات الواحد يسيي روحوا نعوموا شويه الواحد يسيي يتكلم وبروفيتي من البحر بروفيتي من لي فاكونس تاعكم ولي زيتيديون تاعك لي جوزو باك ان شاء الله يجيبوا الباك ولي زيتيديون ان شاء الله يربحوا وان شاء الله البلاد تطلع ان شاء الله يا رب صحيتو دمتم باب الواد بالكور صحيتو الجيري جايز بارتو الجيري بارتو سنتينا عنابه وهران تيزي وزو بل ورغيف صحيتو محلول. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. C'était un plaisir pour moi de vous la présenter. J'espère que vous avez pris plaisir à la regarder. Mais avant de vous quitter, j'aimerais remercier nos archivistes à la télévision algérienne, sans qui cette émission n'existerait pas. Je n'oublie pas également de remercier Hakim Laroussi, Kamel Dynamite, Farid Rocker, Fouzi Saïchi et Amrouch Rabah, qui m'ont été d'une aide précieuse lors de l'élaboration de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve dans un mois, même lieu, même heure, pour de nouvelles séquences d'archives. Il est l'ERA. Dimanche après-midi, c'est un véritable délice et plaisir d'être parmi vous.